مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. سنتعلم كيفية استعمال موديول الكلاستر. فموديول الكلاستر من أهم الموديولات المتواجدة بمنصة نوت، حيث يقوم موديول الكلاستر بخلق نسخ من نفس التطبيق وتوزيعها على المعالجات. هنا في هذا المثال يقومون بتحميل موديول الكلاستر وخلق صور التطبيق الموجود داخل الإلس بعدد المعالجات، أي أنه في كل مرة تقومون بالمنادات على الكلاستر فورك، فإن التنفيذ يمر من الأب إلى الإبن ويقوم بعملية فورك لهذا البروسيس. يقومون بخلق الصور بعدد المعالجات لكي يتم توزيع الضغط بين المعالجات بطريقة متساوية. هنا تستطيعون خلق حتى 10,000 وركر، إلا أن لديستريبيسيون دي شارج على المعالجات لن تكون جيدة ولن تحصلوا على كفاءة عالية في النهاية. في البداية نقوم بتحميل موديول كلاستر، var كلاستر require كلاستر و var os require os أو var os. هناك دالة مسمى بال CPUS حيث تعطينا لائحة بالمعالجات الموجودة في النظام. فهذه الآلة التي أتوفر عليها فهي كواد، أي تتوفر على 4 معالجات. فلو كنتم تتوفرون على كزيون ستكون النتيجة 8 أو 16 معالج، وإذا كنتم تتوفرون على ديو كور ستكون النتيجة 2. أما في حالة البانتيوم 4 فهو معالج وحادي قلب ستحصلون على 1. إذا قمتم بحساب طول هذا الجدول بلانت سيعطينا 4. هنا نقوم ب if cluster is master والelse، أي أن الأشياء التي تقع داخل هذا القسم فهي خاصة بالأب. الأحسن أن أسميه الماستر أو السيد ماستر لوجيك، وهنا الوركر لوجيك. هنا نقوم بعملية الفورك بعدد المعالجات. هنا قد نستطيع استغلال الكود، أحد كودات الدروس السابقة، دير نيم قمت بإضافة البروسيس اي دي لكي تلاحظوا الفرق. فسيقوم الأب بخلق 4 نسخ من هذا البرنامج، حيث أن هاته النسخ الأربعة تشترك في سوكت واحدة، حيث يقوم الأب بتوزيع الأعمال بين الوركر بطريقة عشوائية، أي أن هناك لود بالانسين داخل منطق الأب. Node.js كود سورس. هنا نقوم بكلاستر، كما ترون فقد قام بتحميل 4 نسخ من ذلك التطبيق بروسيس اي دي مختلف. هنا نستطيع طبع البيج الخاص بالاب. وكان هذا أفضل. فهذا هو البروسيس اي دي الخاص بالأب، وهو هذه هي البروسيس اي دي الخاصة بالابن. نستطيع القيام بشيء بسيط، مثلا إضافة بروسيس
.pid في الجواب. فإذا كنا نرتبط مثلا بالبروسيس الأول فإن الجواب يحتوي على البي اي جي الخاص بالبروسيس الذي يجيب. كما ستلاحظون هنا سأقوم بتجربة هذا الشيء، فإن الدخول إلى لوكال هوست 8080/هنا يقول لي مرحبا بك أنت في الهوم، وهنا البي اي جي الذي البي اي جي الخاص بالبروسيس الذي أجاب وهو يحمل العدد 61 22، فهو البروسيس الرابع. كما تلاحظون قد يتغير وقد لا يتغير، فإن اللود بالانسين التي يقوم بها الأب نحو الوركر فهي عشوائية، فأي بروسيس يستطيع الإجابة. كما تلاحظون لا يتغير وقد يتغير، ولكن في نظام ذا ضغط عالي، أي أن هناك عدد مرتفع جدا من الريكوست في الثانية، فإن البالانسين يعمل جيدا. أما بالنسبة لكلاينت واحد فإن بروسيس واحد كافي ويتكلف بالإجابة. كما تلاحظون لا يريد أن يتبدل. إذا قمت بتغييره يتغير 66. وجب علينا استخدام هذا التطبيق في شيء واقعي جدا يحتوي على عدد كبير من الريكوست في الثانية لكي يتم سويتش بين الأبناء. هنا نلاحظ أن فقط بروسيس واحد يتكلف بالإجابة. إذا فتحنا نافذة أخرى قد يتغير، هناك احتمال لأن يتغير. قد نقوم بشيء لكي نفرض عليه أن يتغير، أن نقوم بأباتش أبي نقذفها ب 10,000 ريكوست في الثانية و 1000. هنا سيتغير. كما تلاحظون فإن الكلاستر قام بالرفع من كفاءة السيرفر إلى 8,000 ريكوست في الثانية، وهي جد كافية بالنسبة للتطبيقات الصغيرة وحتى المتوسطة منها. نقوم ب 100,000 كي نفرض عليه أن يتغير. لا يريد. يقول لي أن معدل الريكوست في الثانية فهو 9,649 ريكوست في الثانية، وهي تعتبر خارقة جدا مقارنة مع تطبيقات البي اتش بي والروبي. قد نقوم بأحد الأشياء، مثلا هنا نستطيع طبع console.log.process.bit وإعادة التحميل.
كما تلاحظون قد تتغير ولا قد لا تتغير. فهذا مثال واقعي، فعند قذف السيرفر بمليون روكيت بمعدل 1000 روكيت في الثانية، فإننا نفرض على الأب التبديل بين الوركر، بينما التطبيقات الصغيرة مثلا الولوج إلى ذلك اليغال في الأبي فهو ليس ثقيلا كفاية لكي يفرض على الأب عملية السويتش. كما تلاحظون انظروا إلى الأرقام، مثلا هنا 62 62 65 62 63 62، فهي عملية عشوائية ولا يوجد منطق أو ألغوريتم يسمح لنا بمعرفة من سيجيب من الأبناء أو الوركر. فإن لود بالانسين الذي يقوم بها الأب فهي جد عشوائية ولا تخضع لأي منطق كما تلاحظون هنا. انظروا فإن نفس البروسيس قام بالإجابة لمدة طويلة، من ثم هنا قام باختيار أحد الوركر ورجع إلى 8، فهي عشوائية جدا وتخضع للعديد من المعطيات. مثلا إذا كان ذلك المعالج الذي يشتغل فوقه الوركر يقوم بأشياء أخرى، فقد لا يقوم الأب بإعادة توجيه نحو ذلك الوركر. فهذا الموديل فهو معقد نوعا ما ووجب التعامل معه بحذر. من الأشياء المثيرة أيضا التي نستطيع القيام بها عملية الإيفنت الخاصة بحالة الوركر. مثلا إذا توفي أحد الوركر أو أحد الأبناء يقوم الأب باستقبال رسالة مثلا بكلاستر on exit. إذا توفي أحد الأبناء فإن الأب هو أول من يعلم console.log مثلا le processus avec PID worker.process.pid est mort. مثلا نقوم باختيار أحد الأبناء الأول مثلا ترم، نقوم بإنهائه يقول لي لا يمكن لأني لست روبوت. كما تلاحظون فإن الأب استقبل الإيفنت الخاص بموت أحد الأبناء وطبع جملة le processus avec PID كذا كذا est mort. مثلا إذا توفي أحد الأبناء نستطيع خلق ابن آخر مثلا cluster fork. هنا نعيد العملية ب مثلا الأول نقتل الأول 64 12. لقد توفي هذا الابن وعندما استقبل الأب هذا الحدث قام بخلق ابن آخر، إلا أن هذه العملية عملية الكلاستر فورك مباشرة بعد موت الأبناء فهي غير جيدة وسأقول لكم لماذا. مثلا إذا كان هناك
ايغور في السنتاكس الخاصة بالبرنامج، فإن البرنامج يسقط والأب يستقبل سقوط البرنامج على أنه موت لأحد الأبناء ويحاول تنفيذه مما يؤدي إلى استهلاك طاقة المعالج في القيام بأشياء تافهة. مثلا هنا إذا قمت بكلاستير إكس إكس مثلا، فلا توجد دالة مسمت بسيرفر إكس إكس، أي أن منطق الوركر سيسقط، والأب سيستقبل هذا الإيفنت وسيحاول تحميله مرة أخرى، مما سيؤدي إلى بوكل غير منتهية تستهلك طاقة المعالج كما تلاحظون هنا. فإن الإبن يموت والأب يحاول خلق إبن آخر، والإبن يموت في عجلة لا منتهية، وهذا شيء غير جيد. نستطيع القيام بست تايم اوت فانكشن، أي أننا ننتظر بعض الوقت مثلا 3 ثواني، ومن ثم خلق إبن جديد. وهذا أقرب للصحة. كما تلاحظون في المرة الأولى فإنه يسقط، ينتظر 3 ثوان ويحاول تحميله كما تلاحظون. هنا سنقوم بتجربة أخيرة. 7 6 9 2، ينتظر 3 ثواني ومن ثم يخلق ابنا آخر. تستطيعون استخدام هذا الكود الصغير لتحميل أي برنامج والرفع من كفاءته. هناك العديد من الميثود والإيفنت المتواجدة داخل الموديول الكلاستر. مثلا إيفنت الفورك، فعند القيام بعملية فورك يستطيع الأب التعرف عن الفورك، مثلا كلاستر اون فورك فانكشن. مثلا هذا المساج الدافئ، فعند القيام بعملية فورك فإن الأب يستقبل الإيفنت، وهذا شيء غريب نوعا ما كما ترون. فقد قام بخلق الفورك، أي أننا ندخل هنا، وفي نفس الوقت فإن الأب يصله الإيفنت، أي أن على الوركر تم خلقه بنجاح. مثلا بيكيل تيرم 77 15، نفس القصة وجف القيام بسودو. كما ترون استقبل الإيفنت الخاص بموت الإبن و خلق ابن آخر وأظهر هذا المساج. قد تقولون أن المساج ظهر قبل هذا المساج، أقول لكم أن البروسيس هذا المساج فهو داخل هذا الكود، حيث يتم القيام بعملية الفورك قبل تحميل هذا الملف.
لأن العملية فهي أسنكرون، يعطيه تعليمات قم بتحميل الملف ويمر، وعندما ينتهي من تحميل الملف فإنه يطبع هذا المساج، مما أدى لظهور هذا المساج قبل هذا، كما شرحت في الدرس الأول الخاص بأساسيات برمجة الأسنكرون. فإن الأحداث توضع داخل الإيفنت لوب، والأولى التي يصبح الناتج متوفرا يتم تنفيذ الكال باك الخاص بها. تستطيعون إضافة أشياء أخرى، مثلا إرسال رسائل بين الأب والابن، ومثلا التعرف على الوركر اي دي. مثلا الوركر اي دي فهي أرقام مخالفة للبروسيس اي دي، مثلا إذا قمنا بخلق 4 من الصور الوركر فإن الوركر اي دي تكون مثلا 1 2 3 4، وإذا توفي الرابع وقمنا بخلق 1 آخر سيتم تغيير الوركر اي دي وليست له علاقة بالبروسيس اي دي. كما يقولون فإن كل ابن جديد يتوفر على اي دي واحد مخزن بالفاريابل اي دي. يستطيع ايضا الاب حذف احد الابناء عن طريق disconnect، حيث ان الكلاستر disconnect تقوم بإيقاف كل الأبناء كما يكتبون هنا. نستطيع مثلا هنا إضافة خادم HTTP آخر ليست له علاقة بهذا الخادم، حيث يقوم هذا الخادم بالتحكم بمثلا تحميل وإعادة تحميل الكود. مثلا نستطيع القيام ب سويتش على ريكويست و سلاش مثلا سلاش ديس كونكت، ستغلق الخادم، سيقوم بمنادة على كلستر ديس كونكت، أي أننا قمنا بخلق خادم HTTP بسيط يتحكم في منطق الخادم الآخر. وشكرا، وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس.